مستحيل أي إنسان يعيش من غير حب. حب الأب لابنه هو اللي بيديله الدافع إنه يبقى أحسن واحد في الدنيا. حب الأم لولادها بيحسسهم بالأمان. حب الإخوات لبعض، حرص الأهل على بعض، العشم ما بين الصحاب. كان مهم عندي أوي وأنا صغير إن أحس إن أبويا بيحبني، لأنه هو اللي بيتحكم في كل حاجة أنا بعملها في حياتي. لما كبرت وعرفت إن كل حاجة في إيد ربنا، سألت نفسي، هو ربنا بيحبني؟ هل يحب الله الناس؟ هو ربنا بيحب الناس؟ أول حاجة هنلاقي ربنا اختار الإنسان عشان يبقى هو الخليفة، هو البوس، أكبر حد. بالرغم أن الملائكة بصت للوضع الخاص ده وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لكن لا، ربنا اختار الإنسان في وضع خاص للإنسان، مخلوق VIP، مش مخلوق عادي. ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا الكون كله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ كل شيء مسخر ليك عشان تقوم بمهمتك، مهمة الخليفة، وهي إعمار الأرض، الدعوة إلى عبادة الله، حماية الحق، وتحكيم شرع الله. كرم الإنسان بغض النظر عن هو مؤمن أو كافر. ربنا بيقول ولقد كرمنا بني آدم، ولادتك على الفطرة السليمة، مش محمل بخطية أحد. يبقى ربنا يريد إيه؟ يريد إن احنا نخش الجنة ولا نخش النار؟ القرآن الكريم بيقول والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ربنا أعد لينا إيه في الجنة؟ أكتر مما نريد وأكتر مما نحلم أصلا. يعني لو الغرض هو إرضائنا وإسعادنا في الجنة، كان ربنا أعد لنا اللي احنا نحبه ونرضى بيه. يعني لو الجنة دي حاجة كده زي جناح فخم جدا في أفخم فندق في العالم، وأكل فيه بوفيهات الفندق الجبار ده، كنا هنرضى ونبقى مبسوطين جدا. لكن لا، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ربنا أعد فيها لينا نعيم لا أحد يتصوره، فوق كل طموحاتنا وكل أحلامنا، نعيم يليق بالله مش يليق بينا إحنا. والحسنة بعشر أمثلة إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، بينما السيئة بالسيئة واحدة. يبقى ربنا يريد نخش الجنة ولا نخش النار؟ ربنا يريد إن احنا نخش الجنة. طيب السؤال بقى، طب هو ليه ما بيقولناش إنه بيحبنا؟ إزاي؟ أولا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ربنا أخبرنا إن هو بيحبنا، والطبيعي إن هو بيحبنا، لذلك هو ذكر الفئات اللي ما بيحبهاش، زي الظالمين، المعتدين، الخائنين، كل كفار أثيم، أي اللي أصر واستحق هذا البغض لأنه أثيم. لو ربنا أحبه كان يبقى في ده ظلم للمؤمن المخلص العادل الرفيق الرحيم. لا يحب الله من كان مختالا فخورا، لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يحب الجهر بالسوء من القول، لا يحب المفسدين، لا يحب المسرفين، لا يحب المستكبرين، لا يحب الخائنين. لكن خلي بالك بقى، حتى لما ربنا كره هذه الفئات، كرهها بسبب ايه؟ بسبب الظلم والاعتداء وجرح مشاعر الناس الاخرين. يعني ربنا لما حبنا ولما بغض علشاننا احنا. هو الظالمين بيظلموا ربنا؟ طب يظلموا الناس التانية. هو الخوان او الخائنين بيخونوا الناس، المفسدين بيضروا الناس مش بيضروا ربنا. يبقى ألا يجب إن احنا نبادر ربنا أيضا بهذا الحب، نحب فيه ونبغض فيه، نحب من أجله ونبغض من أجله، حتى حبنا لربنا هو رد فعل على حبه هو لينا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهل معنى الابتلاء هو إن ربنا ما بيحبش الشخص المبتلى؟ بس في واحد يقولك أنا حاسس إن ربنا ما بيحبنيش لأن عندي مشاكل في حياتي. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. نبي الله أيوب ابتلي بالمرض سنين عمره، سيدنا زكريا ابتلي بعدم الإنجاب لغاية ما بقى فوق 100 سنة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مات له 6 أولاد، 3 أولاد و3 بنات. أئمة الإسلام عذبوا، الإمام أبو حنيفة اتعذب، مالك اتعذب، أحمد بن حنبل اتعذب،
إذن وقوع البلاء بالإنسان ليس معناه أن الله لا يحب الإنسان، بالعكس، ربما ليقرب الإنسان منه، ربما ليذكر الإنسان، ربما ليكفر عن الإنسان بعض السيئات فما يتحاسبش عليها يوم القيامة. ربنا بيقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يعني لو حد مننا يعني 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 جاله شيء من الابتلاء يفهم ان قد ربنا يكون بيصحصحه بيفكره عشان يرجع تاني لربنا. لو حد مننا عمل عمل خير ثم حصل له ابتلاء بسبب هذا العمل، للأسف في مننا ناس بتقولك ادي جزاء اللي يعمل عمل خير، ادي جزاء اللي يعمل حاجة فيها حاجة كويسة النهاردة وشوف بيحصل له ايه والمشاكل بتحصل له. بص النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بسبب الدعوة ازاي. راح يدعو الناس في الطائف، سلطوا عليه الغلمان، ولاد الشوارع ضربوه بالحجارة وطردوه وهم بيشتموه، منظر صعب مهين. قعد بعدها قال ايه؟ هل قال ادي جزاء اللي يدعو الناس؟ هل قال هو انا عملت ايه؟ هو هل قال انا عملت اللي عليا وخلاص اريح بقى؟ لا، قال اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ما اشتكاش ربنا، ده هو اشتكى لربنا. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ بس عشان يثبت أنه مش بيعترض قال إيه؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ما كانش ده غضب منك ولا يفرق معايا، بس عشان ما يبقاش ده دعاء أنه يستمر البلاء، قال غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي غضبه أو أن ينزل بي سخطه. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. يبقى الابتلاء زاد قرب من الله، وهو الأسوة الحسنة، هو أفضل مثال للإنسان أنه يحتذي به. ليه؟ لأنه الإنسان الكامل في صبره كامل، في حلمه كامل، في حبه لله كامل، في حبه للناس كامل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه.